اثنين لا تس. هلا ابو حريق 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 ببجي جبت لكم قناة محترف ببجي مبتدئ هو بس لعبه بجنن، رابطه بالوصف. بتمنى منكم كلكم تفوتوا تشتركوا بقناته يا شباب، لعبه بجنن. كل واحد حابب يلعب ماي ببجي يروح يشترك في قناته ولعبوا معك شخص، وانا راح العب معكم ضمن تيمه. بتمنى منكم يا شباب ما حدا يخجلني تفوتوا تشتركوا بقناته ضروري. جيتكم اليوم تحدي جديد انا، واكيد اغلبكم راح يفكروا امي هاي بتكون ناندي. ايه ان شاء الله اذا هذا الفيديو نجح معنا راح يصير اضالها ان شاء الله باغلب فيديوهاتنا مع بعض. راح اعمل معها تحديات وراح اعمل معها حزازير وسحر يعني خدع، فراح شوف اذا هي بتقدر تخدعني او بتقدر تحل الالغاز اللي راح اعملها اياها راح تربح معنا. هلا راح اعمل معها تحدي. انا جبت هاي الليرات اكيد شايفينها 25 قرش و10 قروش وليرة وكاسة ولاستيكة. هلأ انا رح اعمل خدعة، اذا هي كشفتني فيها هاي المية ليرة رح تاخديها انا، اذا كشفتيني شلون عم بعمل خدعة لك هاي المية ليرة. تمام؟ انا هلأ رح اشيل هل شو فيهم في ليرة و25 و10 مو؟ تمام. انا بقدر ادخل واحدة من هدول جوا الكاسة من دون ما اعمل شو؟ بقدر ولا لا؟ يعني انا هاني انت عم تشوف يعني لا مو؟ ما بدخل مو؟ ما بدخل يعني هلا اذا عملت هيك ما بدخل، هذا هيك ما راح يدخل مو؟ لانه ما مفتوح. ايوه وهذا كمان نفس الشيء قدامنا هيك ما راح يدخل صح؟ ما بدخل. طيب حطي اصبعتك فوق هاد وكبسيه لجوا هيك هيك دخل. طيب شلون دخل؟ دخل يعني في بخشه جوا. وين بخشه؟ جواتها في بخشه. وينها؟ ايه مساويها رقيقه هيك مساويها وراحت. ايه طيب شلون دخل؟ دخل جنبه. وينها ورجيني؟ يلا دي ورجيني وين دخليها لشوف. يلا انا ربحتها. شلون دخلت لجوا؟ والله ما بعرف. والله ما بعرف. انت عم تعمل ايش؟ عم تعمل هيك ما عم تدخل. طيب شو بدك تدخل؟ والله ما بدخل. فعلا ما بدخل. ايش سويت هيك؟ هي انت هيك سويت. ما دخليك. ما عم تدخل. فعلا ما بدخل. الليرة وين صارت؟ وين صارت الليرة؟ الليرة هيك صارت جوا الكاسة. هاي هي شو سويت كذا خاصية؟ هذا سحر. وأنا هلا اللعبة هي أنا ربحتها. هي شغلكم هاي. أنا اللي ربحتها. هي اللعبة أنا ربحتها. واحد صفر لي. أيوه. حلو. هلا تعامل معك واحدة ثانية. غيرها هي خسرتي فيها مو؟ الثانية نشوف إذا تربحية أو لا. هلا راح أوقف الفيديو وأعمل خدعة ثانية، طبعاً مو خدعة، هالمرة لغز. راح اشوف اذا هي ذكيه وبتحله او لا. اكتبوا لي بالكومنتات هاي الخدعه حلوه او لا، وحطوا لنا لايك للفيديو وتابعوا الفيديو مع لا تنس. هلا ابو حريق 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 ما هو اللي صار عم يحترق بيه طريق النار. ايش هالفرجيه؟ لا مو لا تشوكه يو ليبك. هلا جيناكم بحل لغز جديد، هداك كان خدعة، هاي المرة مو خدعة، هالمرة رح نعمله لغز. أنا جبت لنانتي ثلاث كاسات مليانة ثلاثة فاضية، مو هيك نانا؟ هلا بدي منك نانا تخلي كاسة مليانة وكاسة فاضية، كاسة مليانة كاسة فاضية، مليانة فاضية. بس ما صرت تعمليها غير بحركة واحدة، إذا عرفتي الحل لك هالمية ليرة، يعني ما صرت تعمليها بإيدك، إلا بإيد واحدة بتعمليها بدك تعملي حركة واحدة. يلا نشوف. هلا شنو بدي أسوي هيك؟ سوي هيك؟ لا ما صير. بدك تعملي يكون كاسة مليانة كاسة فاضية مليانة فاضية مليانة فاضية، بس شو؟ ايوه حركة واحدة. ده ذكاء. ده ذكاء. شيل ايدك. شيل ايدتين ما صير. ايوه بايد واحدة. شو بدك تعملي؟ بدي اعمل هيك. وين شو؟ اخذ المية ما اعطاك اياها. اخذ المية هاي المية نصري نصري. ايه 50 50
هاد لون طيب النتيجة صارت واحد واحد هي انا بعد واحدة انا واحد واحدة ايوه بس سؤال شلون اذكر شلون عرفتي؟ عرفت واحد فكر احلم فيها واحد فكر كل شيء يصير واحد يفكر كل شيء يا زيدي عن جد طاطي اذكر اذكر لاحمد احمد عملت لها ما اعرفها احمد جرب يعملها ما اعرفها لا تطلع احسن منه ذكاء يا معلم طيب معناتها هلا ربحتنا انت بهي اللعبه ومبروك عليك هالمية بس مرة الجاي رح خسرك ايه ايش عليك حسد ايش الله يا انا بخسر يا انت بخسر لا انت بتخسري هلا يا شباب اذا عجبكم السلسله مع نانتي اي اول فيديو رح انزلكم اياها انا ونانتي اذا عجبتكم اكتبوا لي بالكومنتات نرجع نعمل فيديوهات مع نانتي والعاب تحديات وخدع مع بعض إذا استمتعتوا معنا اضغطوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات بدي وصل هلا كومنتات لل 2000 كومنت هذا الفيديو لازم يوصل 30000 لايك وصلوا 30000 لايك وبدي كومنتاتكم كلياتكم كل واحد يشوف الفيديو يكتب رايه لحتى نعرف اذا بدكم نكمل هيك سلسله او لا على كل حال مبروك لنا عليك يلا باي